إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فها نحن أولئك ما ذكرنا قبل قد دخلنا أشهر الحج مقبلين على الله جل وعلا سبحانه وتبارك وتعالى بعبادة التوحيد، سواء في ذلك من قدر له أن يحج هذه السنة أو التي قبلها أو من لم يقدر له إلى الآن. وذلك أنه كما بينا قبل، أشهر الحج هي تذكير العباد المؤمنين، تذكيرهم بالله جل وعلا من حيث هو الواحد الخالق رب العالمين الذي لا يستحق أحد سواه أن يعبد، الذي لا يجوز أن يقدم لغيره رغب ولا رهب، خوف ولا رجاء، بل هو وحده سبحانه وتعالى المليك المقتدر الخالق البارئ المصور جل وعلا. أشهر الحج مناسبة لإيقاظ همم المؤمنين للتعرف إلى الله والتعريف به من حيث هو جل وعلا خالق الكون الذي خلق كل شيء، خالق كل شيء، وهو على كل شيء وكيل سبحانه وتبارك وتعالى من إله عظيم. فبأي حق إذن يعبد الذي لم يخلق شيئا؟ وبأي حق إذن يطلب الذي لم يعطي شيئا؟ بل هو أحوج إلى أن يعطى من أن يعطي، وما من مخلوق كيفما كان حاله إلا وهو فقير فقير إلى الذي خلقه ووهب له الحياة بإذنه. وأيما لحظة انقطع إذن الرحمن عن الحي البشري، عن الكائن البشري الحي، انقطعت حياته للحظة ولا تزيد ولا طرفة عين. الموجودات كلها، الكائنات من الذرات إلى المجرات كما يعبرون، قائمة به سبحانه وتعالى. وذلك من معاني قيوميته فيما نجده في اسمه الأعظم الحي القيوم، لا شيء يقوم بغيره، ما من مرزوق إلا وهو قائم باسم الله الرزاق، ما من حي إلا وهو قائم باسم الله الحي المحيي، ما من قوي إلا وهو قائم باسم الله القوي، ما من عزيز، ما من ذليل، ما من صفة كائنة في الأرض على الإطلاق، ما من صفة كائنة في الأرض ولا في السماء إلا وهي قائمة باسم من أسماء الله الحسنى، وبصفة من أسمائه من صفاته العلى جل وعلا. هذا الرب العظيم، هذا الرب العظيم الجواد الكريم سبحانه نغفول عنه كثيرا، لا نغفول عن ذكره وحسب، من حيث هو الله جل وعلا اسم الجلال، ولكن المشكلة أننا نغفول عن حقائق العبودية التي تتضمنها هذه الأسماء الحسنى، هذه الأسماء الحسنى الثابتة لله، وهذه الصفات الربانية العلى. ولذلك وجدنا في كتاب الله وفي سنة سيدنا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام التذكير الدائم الآبد للعبد المؤمن،
أن يجعل كل عباداته لله الواحد القهار. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ذلك هو الخطاب الذي أوحاه الله إلى رسوله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، خطاب دال على محض العبودية، دال على محض العبودية وعلى محض الذلة لله الواحد القهار. هذه الآية المعبرة أيما تعبير على أصداق ما يجده العبد الذي ذاق حلاوة الإيمان حقا وصدقا في التذلل لله بين يديه سبحانه متعبدا متذللا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. آية جمعت كل شيء، جمعت كل شيء من حياة الإنسان، سواء في ذلك عباداته، صلواته، وما تعبر عنه هذه الصلوات وما تنوب عنه بالمعنى، أي يدخل في ذلك زكواته، صيامه، حجه، كل شيء، وأيضا نسكه. قل إن صلاتي ونسكي، والنسك هو الصدقة التي تذبح، أي الذبيحة التي تذبح لا للعادة بل للعبادة، لأن الإنسان المسلم يأكل من اللحم نوعين، لحم عبادة ولحم عادة الذي هو المباح، وما دونهما إلا الشرك بالله أو ما حرم عليه مما هو معلوم من الميتة والدم ولحم الخنزير وما ذبح لغير الله أو ما ذبح على النصب. فلحم العبادة هو الذي يسمى النسك، كالهدي وكأضاحي الأعياد وكالعقائق التي تذبح للمواليد وما شابه ذلك مما عليه النص طالب وجوب أو طالب ندب، لأنه قد يكون الذبح واجبا إذا تعلق بنذر مثلا أو بدم اقتضاه خطأ حاج ها هنالك بالحرم أو ما شابه ذلك. على كل حال، وما هو ندب مما هو معروف لدى المسلمين أجمعين كالأعياد والعقائق وما شابه ذلك. فهذه الأمور ليست من قبيل العادة، يعني ليس أن من عادة الإنسان أن يأكل اللحم، يعني العادة، فالعادة داخلة في معنى المباح، لا كأن تذبح ولا كأن لا تذبح، لا جرى ولا وزر في العادة، يعني الأمور العادية. واحد النهار يوم واحد أكلت اللحم أو لم تأكله، لا أجر لك على الفعل ولا وزر لك على الفعل، وكذلك على الترك، لا أجر لك على الترك ولا وزر لك على الترك. نعم قالوا اللهم إلا إذا بيت نية الإذن، أي أنه الإنسان كيمكن يحول المباحات دياله من الطعام والشراب والمأكل والملبس والمنكح وسائر الحياة الشهوانية المباحة مما زين للناس من المباحات، له أن يحولها إلى معنى العبادة، ولا نقول إنها تكون عبادة محضة، ولكن يحولها إلى معنى العبادة من حيث الأجر إذا ألحقها بمعنى الإذن. معنى الإذن يعني أنه إحساس لدى الإنسان يقع له عند التدبر والتفكر في القرآن الكريم والآيات الكونية. يشرب الإنسان الماء الزلال، الحلال، الحلو الطيب، ويجد عليه راحة والذكر بأن هنالك أقواما في الأرض يموتون عطشا، وبأن هناك أقواما في الأرض من أجل أن يصلوا إلى جرعة ماء يقطعون عشرات الكيلومترات، وبأن هنالك أقواما في الأرض من أجل أن يشربوا جرعة ماء يقاتلون فيقتلون ويقتلون من أجل الماء. أنت يصلك الماء يا عبد الله إلى فيك، مش غير دارك، وصلك حتى فمك، إلى فيك فتشربه
فإذا بك ريان، فإذا بك تجد لذة له. تحمد الله على هذه النعمة أن آذن لك، لأنه كيمكن ما يعطيكش الإذن ويمنعك من شرب الماء، إما بقطعه بوسيلة قضارية من عنده بجفاف لا قدر الله، أو بفتنة تقعها هنالك أو هناك، أو بمرض قد يسلطه الله على عبد من عباده فيمنعه من شرب الماء. نسأل الله لنا ولكم العافية. فحينما تشرب هذا الماء الذي تظنه أمرا بسيطا زهيدا يسيرا، وليس كذلك، ليس شيء في الحياة بسيط إطلاقا. أي حركة كديرها في الكون، أي نعمة مهما قلت، أي تصرف فهو معقد 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 جدا. يعني من أجل إنتاجه يحتاج الأمر إلى ترسانة من الخبرات ومن القدرات لا تتوفر إلا لله الواحد القهار. والبشر في كل ذلك مما يمهدون ويسهلون، من طهين أو طبخين أو إعداد أو تخزين أو تجارة أو نقل، وسائل مسخرة في ملك الله الواسع الفسيح، من أجل أن تأكل أنت وأكل أنا وتشرب أنت وأشرب أنا. حينما تتدبر هذا المعنى فعلا وتأكل وتشرب وتلبس وتتزوج على هذه الخلفية، لا تعيش في العادات كالبهائم، بل تعيش في عمق العبادات. لكن مع ذلك نقول كما قال العلماء، حتى ولو ضعفت عن هذا المعنى، والمسلم إنسان يضعف، هذا الشيء تعيا ما تحضيه كي تنسى من البال، فتأكل وتشرب أحيانا كثيرة على سبيل التعود، مع ذلك فذلك مباح لا أجر لك فيه، نعم، ولكن لا وزر عليك. إنما النسك أن تأكل لحما، بل أن تذبح لحما تقصد به توحيد الله جل وعلا، هذا النسك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، الآية جمعتها هنا في هذه العبارة كل ما أسلفنا من سائر المعاني، أي ما أدخلته يا ربي في العبادات وكلفتنا به تكليف حتمين أو ندبين، وما جعلته من العادات، كل ذلك يا ربي إني أفوض فيه نيتي وأقصدي لك وحدك لا شريك لك، ومحياي ومماتي أي خاتمتي ونهايتي ومآلي، يعني ملف ديال كله كتجمع كامل وتضعه بين يدي سبحانه وتعالى، بين يدي الله الرحمن الرحيم المؤمن المهيمن جل وعلا، فقد وضعته إذن في يد أمينة، حق أمينة، يد الله التي هيمنت على كل شيء في الكون. الحج شرع أصلا لتعميق هذا المعنى في قلب الإنسان المسلم، وهو انتسابه، أنت من منتسب؟ منتسب إلى طريقتي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولذلك نادى الملبون منذ البداية، من اللحظة الأولى، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تلبية بقبول البيعة لله، بقبول الاستجابة لله، بقبول العهد وتوثيقه لله. على أي أساس؟ على أساس لا شريك لك. هذا كما يعبرون مربيط الفرس وبيت القصيد، لا شريك لك. فلا يعقل للمسلم ولا يجوز في حقه أن يدرك أن الله قد ركن الإيمان والإسلام، ركن الدين دياله، ركنه وضعوا على ركن، ركن هو الحج مقصده هذا المعنى، فيخرمه ويخالفه. هذا لا يتعلق بحجاج بيت الله الحرام وحسب، بل يتعلق بالمسلمين أجمعين، لأن الحج هو مناسبة لتذكير المؤمنين أجمعين، من حج ومن خدم الحاج، لأن الناس إما يحجون وإما يخدمون الحجاج، من خدمهم هنالك أو من يخدمهم هنا، بين أظهرنا ينطلقون
وفي أسرنا ومن أسرنا يخرجون. فالحدث يقع الآن، من الآن راه حدث الحج خدام. أي هذه المعالم والمقاصد يجب أن تذكرنا حقيقة توحيد لا إله إلا الله، واستتباعها بتوحيد اتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.